أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم ومخالفيهم وجاحدي فضائلهم ومناقبهم ومنكري إمامتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى مقام مولانا وسيدنا ولي أمر المسلمين خليفة رسول الله الثاني عشر الإمام الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليهما، بأصدق وأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد جده باب الحوائج الإمام أبي إبراهيم موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا سجين بغداد الذي نودي على جنازته حين وضعت على الجسر، هذا إمام الرافضة، هذا الإمام العظيم الذي عرف بأنه حليف السجدة الطويلة، الإمام العبد الصالح العابد الزاهد التقي النقي، هذا ما عرف عن إمامنا صلوات الله عليه وما ينطبع على الأذهان حين يذكر، بمجرد أن يذكر يتذكر المرء عبادته وتضرعه وخشوعه وزهده، هذا كله صحيح. ولكن وكما قدمنا أيها الإخوة غير مرة أنه لا بد للمرء المؤمن المتعقل الفطن، لا بد له من أن تكون نظرته للأشياء وللشخصيات وللمفاهيم نظرة متوازنة. مشكلتنا هي في فقدان التوازن في النظرة إلى الشخصيات أو إلى الأحداث أو إلى المفاهيم أو إلى ما شاكل. فقدان هذا التوازن يجعلنا نقيم الأمور بشكل خاطئ، لأننا ننظر إلى جانب من الصورة لا إلى الصورة كلها، فتختل المفاهيم، نقرأ صفحة ونترك أخرى فتختل المفاهيم. نحن بحاجة إلى أن نعيد قراءة سير أئمتنا صلوات الله عليهم حتى تكتمل الصورة، حيث أننا
في ذكرى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، فلنأخذ سيرته العطرة نموذجاً على هذا الذي نقول. إنها مسألة التوازن. الفرد الشيعي عادةً حين يذكر الكاظم عليه الصلاة والسلام يتخيله دائماً بصورة إمام عابد زاهد مظلوم مسجون إلى ما هنالك. يغيب عن الفرد الشيعي مثلا حين يستذكر إمامه الكاظم عليه الصلاة والسلام، يغيب عنه أو تغيب عنه الصورة الأخرى للإمام الكاظم، الصورة المكملة، وهي صورة الإمام الثائر، الإمام الذي كان يصدع بالحق ويواجه الظالمين بكل قوة وجرأة وشجاعة. الناس تتخيل الإمام الكاظم عليه السلام دائماً بصورة الإمام الكثير المظلوم، هذا صحيح، ولكن لا تعرف مواقفه في تحدي الطغاة بل واستفزازهم، أن الإمام يتعمد استفزاز الطغاة ويتعمد التصريح بحقائق تمثل حرجاً وحساسية شديدة سيما في تلك الأزمنة. هذا الإمام العظيم لم يكن مجرد عابد زاهد منطو عن الدنيا فحسب، لا، ولكنه كان كذلك إماماً ثائراً. ليس إمامنا من جملة أولئك الذين مثلاً لا يرغبون بمقارعة الطغاة ويحسبون أن الديانة كل الديانة في أن يبتعد المرء عن مثل هذه الميادين. التصور الموجود الآن عند كثير من الناس وإلى زماننا، إذا كان هنالك عالم ما وهذا العالم كان معروفاً فقط بعبادته، أنه بين أربع جدران يعبد الله ويخشع لله، يبتعد عن المحيط العام، عن الميدان السياسي مثلاً، عن المحاولة لإنهاض الناس أمام طاغية من الطغاة أو المباشرة بمشروع تغييري ما وإنهاضي ما لهذه الأمة، عادة هذا الشخص الذي يكون بهذه الصفة البعيدة عن الأجواء العامة تجده أكثر مقبولية عند الناس، وكأن العالم المترهب هو الذي ينبغي أن يقبل، أما العالم الذي يكون إلى جوار كونه عابداً زاهداً فإنه ثائر منتفض على الظلم والظالمين، يتعمد استفزاز الظالمين حتى يكشف عن أقنعتهم وتظهر وجوههم القبيحة أمام الناس. عادةً مثل هذا الشخص يواجه مشكلة في المقبولية عند المجتمع. هذا المفهوم أو هذا التصور والانطباع عند الناس خاطئ، لا بد من معالجته، وطريق المعالجة أول ما يبدأ بإعادة قراءة سيرة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام حتى تعتدل الصورة أو يعتدل الميزان وتكتمل الصورة، ونستطيع أن نكون متوازنين في النظرة إلى عظمائنا وإلى سيرتهم
ومن ثم إلى المفاهيم والأحداث إلى ما هنالك. إمامنا الكاظم له مواقف في تعمد استفزاز الظالمين، وعلى رأس هؤلاء طاغية زمانه هارون العباسي لعنة الله عليه. لا تتوهمن أن سجن الإمام الكاظم لم يكن لشيء، يعني هل يعقل أن يقدم هذا الطاغية على سجن الإمام الكاظم لا لشيء بلا موجب؟ كلا، لا بد أن الإمام قد قام بأفعال معينة دفعت هذا الطاغية إلى أن يسجن الإمام. لماذا لا تبين على المنابر هذه الأفعال؟ لأنه هذا مثار تساؤل. لا أتذكر أن أحداً كان يبين جيداً هذه الخطط الاستراتيجية التي كان يعمد إليها الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. لقد قدمت لكم فيما مضى قبل سنوات في إحدى المحاضرات على ما أتذكر، قدمت لكم أن إحدى أهم أسباب إقدام السلطة الحاكمة على سجن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أن الإمام كان يحضر لمشروع ثورة، كان قد أعد خطة استراتيجية متكاملة سرية للإطاحة بالحكم العباسي الظالم، وكان قد أعد جماعة من أصحابه للقيام بهذا الدور. كانت في البداية دعوة سرية تنتشر في أوساط الأمة في الخفاء حتى يطاح بهذا الحكم. الذي حصل هو ماذا؟ أن جماعة من أصحاب الأئمة ما ضبطوا ألسنتهم، فكشفوا بسبب تكلمهم وثرثرتهم كشفوا عن شيء من أسرار هذه الخطة. اكتشفت السلطة هذا الأمر فألقت القبض على الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر لم يكن نابعاً من فراغ. لو كان هؤلاء قد التزموا بالخطة المرسومة لهم من قبل حجة الله الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لكان قد تحققت فترة زمنية معينة يتنفس فيها أهل الإسلام الصعداء. يعني كنا نشهد في وسط هذا الظلام بارقة نور تتمثل بسنوات معدودات من أيام حكم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، عينا مثل ما شهدنا فجوة أو فترة زمنية تمثلت بحكم الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، خمس سنوات ونصف في وسط الظلام. ثم تعود الأمور من جديد والدولة تذهب إلى الظالمين إلى أن يظهر صاحب الأمر صلوات الله عليه. الأمر كان هكذا حتى حكم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إن أخذت الأمر وحللته بالتعمق في التاريخ جيدا تجد هذه الحقيقة. حكم الإمام أمير المؤمنين لم يأتي من فراغ، جاء بعد تحضيرات وتحضيرات. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والخلص من أصحابه الرافضة منذ يوم السقيفة ما هدأوا، كانوا ينشرون في الأمة الوعي عن طريق المنظمة التي يطلق عليها شرطة الخميس. هذه سعت في نشر الوعي في الأمة
أن الحق ليس مع أبي بكر وعمر وعثمان، وإنما مع علي صلوات الله عليه. هذا هو الخليفة الشرعي الذي هو الآن في بيته ينتظر أن تبايعونه. من نتائج هذه الحركة كانت الثورة على الطاغية الثالث عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك ركض الناس نحو بيت علي يبايعونه، فتولى علي الحكم. كان ينبغي أن يلتزم الشيعة في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الخطة، ولو التزموا لنجحت، ولو وجدتم الجماهير تركض نحو بيت الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بعدما تثور على الحكم العباسي وتسقطه وتنادي به حاكما. لكن الذي حصل هو عدم الالتزام بالخطة. هذا الأمر لا أستطيع الآن أن أفصله لكم، لعلي فصلته من ذي قبل، من أراد فليراجع، ولكن هنا فقط أركز على ما يتصل بهذا الموضوع، وهو ثورة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام باعتباره إماماً للرافضة، والرافضة هي المعارضة الإسلامية للحكم غير الشرعي، هذا معنى الرافض، الذين يرفضون كل حاكم غير شرعي لم ينصبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله، هذا إمامهم، فهو زعيم المعارضة الإسلامية الشرعية. من الطبيعي أن لا يسكت، من الطبيعي أن يواجه الطغاة وعلى رأسهم هارون العباسي، من الطبيعي جداً أن يتحداه ويستفزه في مواقف معينة كانت تشعل ذلك الطاغية غضباً، فحقد على الإمام عليه الصلاة والسلام، ولم يكتفي بحقده إلا أن يترجمه إلى أفعال تمثلت بالقبض على الإمام وسجنه لسنوات طوال، وثم قتله غيلة بالسم. أعرض لكم ها هنا موقفين فقط من مواقف الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، لا في تحدي هارون فقط، وإنما في استفزازه أيضاً إلى هذه الدرجة، كان يتعمد استفزازه. الموقف الأول يرويه شيخنا ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه في كتاب المناقب، ويتحدث فيه عن موقف جرى في الحج، لما حج هارون العباسي لعنه الله وحج الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام آنذاك، ولم يكن هارون قد التقى بعد بالإمام الكاظم ولا عرف شكله، وكان هو وحاشيته يتصورون الإمام أعرابياً، شكله لباسه كانوا يتصورونه رجلاً أعرابياً. استمع إلى الرواية ماذا تقول. تقول: حج هارون الرشيد وابتدأ بالطواف، ومنعت العامة من ذلك لينفرد وحده. الجلاوز جاءوا ومنعوا العامة، منعوا عامة الناس حتى فقط هذا السلطان يطوف لوحده ويرتاح في الطواف وفي أداء المناسك، كما يفعلون الآن مع بعض الزعماء أيضا، حينما ترونهم يأتون إلى الحج أيضا طاقم من الجلاوز يحيطون بهم ويدفعون الناس ويؤذون الناس حتى هذا حضرة جنابه يروح يطوف براحته. حج هارون الرشيد وابتدأ بالطواف ومنعت العامة من ذلك لينفرد وحده، فبينما هو في ذلك إذ ابتدر أعرابي البيت وجعل يطوف معه. الآن الكل ممنوع، لكن هذا الأعرابي جاء واخترق المنع وطاف مع هارون، مو بس طاف معه، سيأتيك أنه كان يزاحمه ويتعمد مزاحمته، يعني الإمام عليه السلام هكذا يريد أن
يدفع هارون، يريد أن يزاحمه، يريد أن يستفزه لأمر ما سيتجلى لك. وقال الحجاب، الحجاب الحاشية الذين يحجبون الناس عن هذا الخليفة، عن هذا الحاكم، وقال الحجاب: تنحيا هذا عن وجه الخليفة. فانتهرهم الأعرابي، هذا الأعرابي انتهرهم وقال: إن الله ساوى بين الناس في هذا الموضع، فقال: سواء العاكف فيه والبات. بأي حق أنتم تمنعون الناس وتمنعوني وتقولون تعالوا تنحوا عن هذا الخليفة؟ الله ساوانا جميعا في هذا الموقف، أكبر سلطان في الأرض مع أقل وأحقر إنسان في الأرض، كلاهما سواء في الطواف حول بيت الله، كلاهما سواء. فأمر الحاجب بالكف عنه. هارون لعنه الله شاف هذا رجل يتحدى شنو الموضوع، فهارون قال، أمر هذا الحاجب قال: كف عنه، كف عن هذا الأعرابي، خلي نشوف شنو يصير. وهذا لأن الله تبارك وتعالى يقذف بهيبة المعصوم في قلوب الطغاة. إذا تلاحظون عادة الطغاة يهابون المعصومين، وغير المؤمنين أيضا يستشعرون في قلوبهم هيبة للمؤمنين، الله عز وجل يقذف في قلوبهم مثل هذه الهيبة فيرتدعون. فكلما طاف الرشيد، يعني هارون لعنه الله، طاف الأعرابي أمامه. شوف الاستفزاز، هذا ملك وحاكم وهذا إمام عليه الصلاة والسلام، مظلوم مخذول، الأمة خذلته، لا أحد معه، ذاك معاه جلاوز وحراس وحجبة، وهذا ليس عنده أحد، ومع ذلك هكذا يتحدى ويستفز. هارون يطوف، يأتي الإمام يطوف أمامه يطوف، يتعمد يجيب نفس الموضع يخلي هارون وراء. فكلما طاف الرشيد طاف الأعرابي أمامه، فنهض إلى الحجر الأسود ليقبله. هارون نهض إلى الحجر الأسود ليقبله، فسبقه الأعرابي إليه والتثمه. قام هارون راد يروح يقبل الحجر الأسود، هذا الأعرابي راح الشكل أزاحه وراح هو سبقه إلى الحجر الأسود. شوف الاستفزاز. ثم صار الرشيد إلى المقام ليصلي، مقام إبراهيم عليه السلام، فصلى الأعرابي أمامه ما يخليه. فلما فرغ الرشيد من صلاته استدعى الأعرابي، خلص الآن الطواف وصلى ركعتين عند المقام، فأراد أن يعرف من هذا الأعرابي الذي هكذا يتحداني ويستفزني، فاستدعى الأعرابي. هذا الأعرابي راح في مكان آخر وهارون في مكان، فاستدعى الأعرابي فقال الحجاب: أجب أمير المؤمنين. راحوا الحجاب إلى هذا الأعرابي قالوا له: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي إليه حاجة فأقوم إليه، أنا ما عندي حاجة حتى أروح له، بل إن كانت الحاجة له، إذا هو عند حاجة يريد أن يقابلني، فهو بالقيام إلي أولى، خلي هو يقوم يأتيني مو أنا أروح أجي، هو بالقيام إلي أولى. قال: صدق. لما بلغ الأمر إلى هارون قال: صدق، صحيح، أنا صاحب الحاجة، أنا لازم أروح له. شوف شلون إذلال لهارون صار. فمشى إليه، قام هارون وراح إلى الإمام، فمشى إليه وسلم عليه فرد عليه السلام. فقال هارون: أجلس يا أعرابي؟ تسمح لي بالجلوس؟ فقال: ما الموضع لي فتستأذنني فيه بالجلوس؟ إنما هو بيت الله نصبه لعباده، فإن أحببت أن تجلس فاجلس، وإن أحببت أن تنصرف فانصرف. ليش تستأذنني؟ هذا بيت الله،
إذا أردت أن تجلس اجلس، ما أردت أن تجلس أردت أن تنصرف وتولي ولي. فجلس هارون وقال: ويحك يا أعرابي، مثلك من يزاحم الملوك. ليش تزاحمني وأنا ملك؟ قال: نعم وفي مستمع. يسأل يقول له: أنت تزاحمنا؟ يقول: إي نعم، وخلي الكل يسمع. نعم وفي مستمع أزاحمك، هكذا ورد اللفظ في الرواية، ولكني أحتمل أن يكون هاهنا تصحيف، وأن يكون لفظ الرواية: نعم وفي متسع. يعني أنت تسألني تزاحمني هنا، أقول مو بس هنا في الحج حيث هنالك زحمة، لا، حتى إذا نكون في مكان أرض خالية فيها متسع أيضا أزاحمك، ما أتركك، حتى لو نكون في صحراء ما فيها أحد هم أجي وأطأ على رجلك أزاحمك. نعم وفي متسع، هالشكل يتحدى. قال: فإني سائلك، أنا أسألك عن أمور، فإن عجزت آذيتك. يريد يشوف شنو هذا الأعرابي، شنو موضوعه، فيقول له: راح أختبرك ببعض الأسئلة، فإذا عجزت عن الجواب سأؤذيك. قال: سؤالك هذا سؤال متعلم أو سؤال متعنت؟ أنت تريد أن تتعلم أم تريد أن تتعنت في السؤال؟ قال: بل متعلم. ما يقدر يدعي يقول متعنت، لأنه يحط من مقامه هكذا، فيقول: لا، سؤال متعلم. زين، إذا سؤال متعلم، شوف شلون الإمام عليه السلام أحرجه. إذا سؤال متعلم، قال: بل متعلم، قال: اجلس مكان السائل من المسؤول وسل وأنت مسؤول. إذا أنت تريد أن تتعلم، يعني أنا أستاذك، تعال اجلس هنا عند رجلي وأنا فوق، اجلس في مكان السائل من المسؤول. شوف شلون يذل. وسل، يلا اسأل، انطينا أسئلتك وأنت مسؤول، بعدين ترى راح أنا أسألك، وخلي نشوف منو اللي يعجز عن الجواب. فقال: أخبرني ما فرضك. شنو الفرض؟ قال: إن الفرض واحد. شوف جواب الإمام: إن الفرض واحد وخمسة وسبعة عشر وأربع وثلاثون وأربع وتسعون ومئة وثلاثة وخمسون على سبعة عشر ومن اثني عشر واحد ومن أربعين واحد ومن مئتين خمس ومن الدهر كله واحد وواحد بواحد. شنو هذا الجواب؟ الله أكبر. فضحك الرشيد وقال: ويحك، أسألك عن فرضك وأنت تعد علي الحساب؟ جاي تد علي حساب واحد من واحد ومن أربعين اثنين وما أدري كذا وإلى آخره. قال: أما علمت أن الدين كله حساب، ولو لم يكن الدين حسابا لما اتخذ الله للخلائق حسابا. ثم قرأ: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه هي مشكلة. وفي الشهر الحرام، في شهر الحج، فقال الحاجب، الحاجب تأثر لما هارون هكذا يهدد أن يقتل رجلا بين الصفا والمروة، الحاجب تأثر فقال: تهبه لله ولهذا المقام، يعني يا أيها الخليفة هبه لله، ليش تقتله ويصير دم في الحاج وفي الحرم وبين الصفا والمروة، هبه لله ولهذا المقام. قال: فضحك الأعرابي من قوله، ضحك. فقال الرشيد: مما ضحكت يا أعرابي؟ قال: تعجبا منكما،
إذ لا أدري من الأجهل منكما الذي يستوهب أجلاً قد حضر أو الذي استعجل أجلاً لم يحضر. أنتم من وإحنا بين يدي الله عز وجل جاي تهددني، وهذا جاي يمن علي بأن يطلب منك أن تهبني ولا تقتلني. إحنا بين يدي رب العالمين، إذا أجل حضر حضر، لا يمكن لأحد دفعه، وإذا لم يحضر فلا يمكن لأحد أن يقربه. أنتم منه؟ ويقول لا أدري من الأجهل منكما. شوف التحدي. فقال الرشيد فسر ما قلت، تعال اشرح لنا شنو هذا. قال أما قولي الفرض واحد فدين الإسلام كله واحد، هذا فرض واحد وعليه خمس صلوات، لما قال والفرض خمس، خمس صلوات خمس فرائض، وهي سبع عشرة ركعة وأربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة، هذا كله فرض. وأما قولي من اثني عشر واحد فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهرا، وأما قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا، نصاب الزكاة للدنانير، للدنانير المسكوكة بسكة الذهب. وأما قولي من مئتين خمسة فمن ملك مئتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم، زكاة الفضة. وأما قولي فمن الدهر كله واحد فحجة الإسلام، وأما قولي واحد من واحد فمن أهرق دماً من غير حق وجب إهراق دمه، قال الله تعالى النفس بالنفس. فسر لك كل هذه الحسابات وهذه الأرقام. تعجب الرشيد هارون لعنه الله، يقول فقال الرشيد لله درك. ثم تمضي الرواية، لا مجال لدينا كثيراً، تمضي الرواية والإمام يسائله، يسائله أيضاً عن أمور يفترض أن يكون عالماً بها. لما يسأله بعدين ذاك يقول ما أعرف، قال له إذن أنت الإمام بما مضمونه، يقول أنت الآن تدعي أنك إمام المسلمين خليفة المسلمين، إذا أنت إمام المسلمين خليفة المسلمين أنت لازم تكون أعلمهم، شلون ما تعرف هالمسألة؟ يفضحه، يفضح جهله. بعد ذلك هارون لعنه الله يقول له إذا شرحت لهاي المسألة اللي أنت سألتني إياها ولا أعرف جوابها، أنا أعطيك بدرة من مال، صرة من مال. فالإمام قال أنا شو أسوي بهذا المال؟ مضمون كلام الإمام، أنا أعطيك الجواب بشرط أن تفرق هذا المال، هاي الصرة، في فقراء المسلمين ومساكينهم من هؤلاء الحجيج. فقبل هارون، وصارت أمور إلى أن شاهدي في ختام الرواية يقول وأخذ الأعرابي البدرتين وخرج، أنه بعد ما هارون قال له أعطيك بدرة الإمام رفض وقال تفرقها، هارون أصر وقال أنا أعطيك اثنتين إذا أجبتني عن كذا، الرواية مفصلة، فقال إذن آخذها وأنا أفرقها على الفقراء والمساكين وأفرقها على قومي من الفقراء والمساكين، يعني بنو هاشم وأهل البيت وذراريهم. وأخذ الأعرابي البدرتين وخرج، فتبعه بعض الناس، الناس الذين اندهشوا من هذا الموقف تبعوه، تبعه بعض الناس وسأله عن اسمه فإذا هو موسى بن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، فأخبر هارون بذلك أنه ترى هذا الأعرابي الذي ظننته أعرابياً ليس بأعرابي، هذا موسى بن جعفر، هذا ابن رسول الله،
ابن أمير المؤمنين، ابن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. فقال هارون بعدما بلغه الأمر، قال: والله لقد كان ينبغي أن تكون هذه الورقة من تلك الشجرة. إنه ما حد يسويها هالشكل، لا أحد يتحداني وتخرج منه هذه العلوم والمعارف إلا أن يكون ورقة من تلك الشجرة. هذا موقف يبين لنا كيف تحدى الإمام عليه الصلاة والسلام هارون في بداية مقابلته لهارون. قلت لكم هذا الموقف جرى في السنين الأولى، إلى الآن هارون ما شايف الإمام عليه السلام. جرت أحداث وأحداث ومواقف ومواقف إلى أن استدعى هارون الإمام الكاظم عليه السلام إلى بغداد. ومن الطبيعي أنه يستذكر هارون هذا الموقف الذي جرى قبل سنين في الحج، هذا الذي أذلني وتحداني واستفزني هكذا بالحج، طبيعي أن يحقد. وهذا الذي وصلتني الأخبار عن أنه هو وجماعته الرافضة يحضرون إلى شيء ما يزيل ملكي. فتخيل الموقف، ويدخل الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا هو الموقف الثاني، يدخل على هارون في قصره الشاهق وفي عاصمته بغداد، وانظر كيف يخاطب الإمام هذا الطاغية ولا يخاف منه. الموقف الثاني أشد من الأول. الموقف الثاني هذا يرويه كل من العياشي عليه الرحمة والرضوان في تفسيره، والمفيد عليه الرحمة والرضوان في كتابه كتاب الاختصاص. وأساساً المفيد جاء بهذه الرواية ليرد على من زعم أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام خاف من هارون وارتعب منه، إن البعض هكذا زعموا. فجاب المفيد هذه الرواية ويقول: وين الخوف هنا؟ شوف شلون يخاطب هارون في ملكه، في قصره، بين جنوده، بين حراسه، بين سيافيه. تقول الرواية عن محمد بن طلحة الأنصاري قال: كان مما قال هارون لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم. الإمام الكاظم له كنيتان مشهورتان: أبو الحسن وأبو إبراهيم. كان مما قال هارون لأبي الحسن عليه السلام حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ استدعى الإمام الكاظم عليه السلام مقهورا، طبعا ما كان يريد الإمام عليه السلام ترك مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، اقتيد الإمام إلى بغداد وأدخل ذلك القصر الذي كان يفخر ويزهو به هارون. فلما دخل الإمام سأله: ما هذه الدار؟ شنو رأيك بهذه الدار؟ شنو تشوف؟ شوف جواب الإمام عليه السلام. فقال عليه السلام: هذه دار الفاسقين. يسويها الآن واحد لما يدخل على قصر واحد من حكام العرب أو العجم؟ يسويها واحد؟ لو عادة يروحون يوطون على إيده يبوسونها، أو على كتفه يبوسونها، أو على راسه يبوسونها، بما فيهم المعممين الذين تعرفونهم من أهل الدنيا، يسوون هالشكل؟ يعني يدخل لما يرايح على آل سعود مثلا اللي هلك الحمد لله ولي عهدهم اليوم، وذهب إلى قعر جهنم هناك إن شاء الله بصف عائشة يمها، فيسوون هكذا؟ يعني يدخل على مثلا ملك آل سعود يسأله عن هذا القصر وكذا، يقول له: أنت قاعد في دار الفاسقين؟ في زماننا ما يسوون.
مع أنه في زماننا إذا قال هذه الكلمة تبعاتها جدا أقل من مثل هذه الكلمة تقال في ذلك العصر، لأنه أقلا إذا يريد قتله في مثل هذا الزمان أكو وسائل إعلام تثير القضية، أكو مظاهرات ممكن تطلع إذا كان شخصية مرموقة من الشخصيات مثلا العلمائية، مو هالشكل منظمات حقوق الإنسان تضوج، تصير أزمة معينة فلا يضربوا كم راشدي وبعدين يطلعوا. ليس هنالك خطر القتل المحتم ولا أحد ينطق، ماكو عادة في مثل زماننا، يعني الأمور صارت جدا أبسط وأسهل. أما في ذلك الزمان من كان يستطيع أن يلجم هارون العباسي عن أن يقتل؟ كان في ذلك الزمان أمم متحدة مثلا، كان في تدخل دولي، كان هنالك منظمات حقوق إنسان، كان هنالك صحافة حرة، إعلام، مظاهرات إلى آخره، وسائل تواصل، بحيث أنه إذا وقعت جريمة ما من حاكم أو طاغية ما لا يسكت عنها؟ لا، كان يسكت عنها لأنه ماكو شيء في ذلك الزمان، يعني له سلطة مطلقة، له الحاكم في تلك الأزمنة سلطة مطلقة. مع ذلك الإمام عليه السلام كسر كل القيود وبوجه هكذا قال هذه دار الفاسقين، يعني أنت فاسق وقومك فسق وآباءك فسق، أنتم كلكم فسق، من يجرؤ على أن يقول مثل هذه الكلمة؟ هذا الموقف ينبغي أن يبين عن الإمام الكاظم حتى أبناؤنا شبابنا تتوازن نظرتهم للإمام عليه السلام، مو فقط ينظر له من جانب أنه كان حليف المحراب، حليف السجدة الطويلة، فقط عبادة من هذا الجانب وكأنه متصوف مثلا والعياذ بالله، لا، كان ثائرا، كان مقداما، كان متحديا للطغاة، كان يستفز الطغاة استفزازا محمودا مأمورا به. مو دائما الاستفزاز يكون أمرا سلبيا أو أمرا غير محمود، كلا، أحيانا لا بد أن تستفز الطغاة والأديان المنحرفة والطوائف المنحرفة، مثل ما فعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، استفز قومه حينما كسر أقدس مقدساتهم وهي أصنامهم. قول الحق لا شك أن له مضاعفات وتبعات، قد تكون له أضرار، هذا صحيح، ولكنه واجب وإن كانت له أضرار. لا بد من قول الحق، لا بد من أن تقف موقف حق حتى لا يموت الحق وينبت على موته الباطل والعياذ بالله. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في إحدى حكمه كما رواه الليثي الواسطي في عيون الحكم والمواعظ، يقول حق يضر خير من باطل يسر، حق يضر نعم ولكنه خير من ماذا؟ من باطل يسر. إذا الباطل يسرك وتسكت فأنت إلى جهنم والعياذ بالله، إذا تقول أنا أقول الحق وأتضرر فليكن، هذا خير لك من الباطل الذي يسرك. والإمام الكاظم تلميذ هذه المدرسة، مدرسة جده أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، فمن الطبيعي أن يقول الحق وإن قطع بأنه يتضرر من ورائه، وقد تضرر أصلا. هو الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول كما يرويه ابن شعبة الحراني في تحف العقول، يقول قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، فيه نجاتك في الآخرة، وإن هلكت في الدنيا وإن قتلت قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك في يوم القيامة. من يعمل الآن بهذه المبادئ السامية منا؟
صدقوني لو كلنا نعمل بهذه المبادئ السامية لا أحد يستطيع أن يتفرعن علينا، لكن لأننا تنازلنا عملياً عن مبادئنا، ما التزمنا بهذه الوصايا العظيمة، ما عملنا بهذه الحكم الجليلة، لذلك تسيد علينا من تسيد وهم يسوموننا سوء العذاب. هذا هو الواقع. الإمام يقول له بكل صراحة، يقول هذه دار الفاسقين، ثم يقول يكمل يقول قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هنا الإمام عليه الصلاة والسلام يعرض بهارون أنه أنت من الذين تنطبق عليك هذه الآية الكريمة، أنك تتبع سبيل الغي. سأصرف عن آياتي، يعني هنا يريد أن يقول الإمام أنا آية من تلك الآيات، نحن آيات الله الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. دارك هذه دار الفاسقين، هذه الآية التي استشهد بها الإمام عليه الصلاة والسلام راجعها في سورة الأعراف. قبلها ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ قبل هذه الآية مباشرة يقول وكتبنا له في الألواح من كل شيء، حول موسى عليه الصلاة والسلام، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الإمام عليه السلام يحيل هذا الطاغية إلى هاتين الآيتين، دارك هذه دار الفاسقين، وها نحن قد أرانا الله عز وجل إياها ونحن آيات الله، والله تعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أنت اللي تتكبر في الأرض بغير الحق، وبعد شنو من أوصافك؟ كمل الآية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ما تؤمنون بنا، نحن آيات الله حجج الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد سبيل الأطهار من آل أحمد صلوات الله عليهم لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي سبيل السقيفة شنو يسوون؟ يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، أنكروا الحجج الطاهرين عليهم الصلاة والسلام وكانوا عنها غافلين. القضية هكذا، فقال له هارون فدار من هي؟ الآن أنت بيّنت أنه هاي دار الفاسقين، زين؟ سأريكم دار الفاسقين، ودار الفاسقين جزء من أية دار؟ من دار الدنيا. يعني السؤال، هذه الدنيا لنا أم لكم؟ هارون ترى جدا ذكي في أسئلته، وللعلم هارون كان يعتقد بأن هذا حجة الله وأنه هذا إمام. للعلم هنالك قصة نقلتها لكم من ذي قبل، لما سئل المأمون لعنه الله أنه حسب ما هم يروون المخالفون، من أين أنت تعلمت التشيع؟ من علمك؟ أن المخالفون يرمون المأمون بأنه كان ميالا إلى الشيعة، ولذلك استخدم علي بن موسى الرضا عليهم السلام وجعله ولي عهده، يعني كان عنده اقتراب منهم.
وهو كان بالفعل يريد أن يشيع عن نفسه هذه الحالة، كان يعلم بأن ملكه سيذهب إذا لم يقترب من الفكر الشيعي الذي بدأ يتغلغل في الأمة، وأصبحت الأمة أفئدتها تهوي نحو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فأراد بنحو ما أن يصور نفسه أنه مع الجماهير، مع الشيء الموجود الآن في الجماهير، مع الحالة السائدة الآن عند الجماهير. فلذلك عمل ما عمل، وثم انقض على الإمام عليه الصلاة والسلام بعدما ثبت ملكه. فكان يريد هكذا أن يشاع عنه. فسئل على ما يرويه المخالفون أنه من الذي علمك التشيع؟ قال أبي هارون. قالوا لا عجبا، أبوك هارون كان من أشد الناس على أهل هذا البيت. قال نعم، ذات مرة إجا كلمني وقال لي أنا سمعت من الأوصياء أنه أنت وأخوك راح تتحاربان، تتقاتلان، الأمين والمأمون ستتقاتلان وأنت ستقتله، فيا بني لا تسوي هالشكل رفقا بأخيك إلى آخره. يقول لما قال لي أوصياء علمت بأنهم هؤلاء أوصياء بالفعل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون الحق ولكن يجحدونه. فهارون كان يعرف، ولذلك أسئلته ذكية، يسأل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أسئلة ذكية. فقال له هارون: فدار من هي؟ هذه دار الدنيا، لنا أم لكم؟ شوف جواب الإمام عليه الصلاة والسلام، قمة قمة حقيقة. قال عليه السلام: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة. هذه دار الدنيا لشيعتنا فترة. فترة يعني ماذا في مثل هذا الموضع؟ فترة بمعنى ضعف وانكسار. شوفوا لما يقال فلان به فترة يعني شنو؟ يعني صار إيه أحسنتم، صار ضعيفا، صار منكسرا مثلا، عرفتوا؟ أصل الفترة هذا أنه حالة ضعف، حالة انكسار. في الدنيا الدار هذه لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة، لكم أنتم فتنة، الله عز وجل يفتنكم بها، هذه الدار لكم ولكنها فتنة لكم. هذا اللفظ أعني قوله عليه السلام هي لشيعتنا فترة، هذا اللفظ ورد في كتاب الاختصاص للمفيد في تفسير العياشي، ورد اللفظ هكذا: هي لشيعتنا قرة ولكم فتنة. لشيعتنا قرة، القرة هنا بمعنى الحمى، أي هذه الدنيا، هذه الدار لشيعتنا قرة، مثل حمى، مثل بلاء يصيب الشيعة. من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. طبيعي، هذه دار البلاء للمؤمنين، الله أعطى الدنيا لهم على الإجمال، لغير المؤمنين أعطاهم هذه الدار وعوضنا عنها بدار البقاء، بدار الآخرة. ولذلك نحن عادة لا نستحوذ على الدنيا إلا في فترات محدودة. شوف، لاحظوا على مر تاريخ الأنبياء والأوصياء عليهم الصلاة والسلام، فترات محدودة تولى فيها المؤمنون، تولى فيها الأنبياء والأوصياء، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك الحين بعد الله عز وجل يجعل هذه الأرض، هذه الدنيا موروثة لمن؟ إرثا لمن؟ للمؤمنين الذين صبروا طوال هذه العهود، طوال هذه القرون، صبروا وتحملوا، فالله يعوضهم خيرا أخيرا بالمهدي من آل محمد صلوات الله عليه.
قال عليه السلام: هي لشيعتنا فترة أو قرة، ولغيرهم فتنة. قال، شوف أسئلة هارون شلون ذكي. قال: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ من صاحب الدار؟ الإمام المعصوم. الدار هذه الدنيا ملك لمن؟ ملك لحجة الله. أنت صاحب الدار، يلا، يعني يريد يستهزئ بالإمام عليه السلام ويقول له يلا، ليش ما تأخذ منا هذه الدار؟ فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ ليش ما تأخذ أنت الملك منا؟ فقال عليه السلام: أخذت منه عامرة. الدار هذه أخذت منه، من صاحب الدار، من الخليفة الحق، أخذت عامرة. الله عز وجل لما أعطى هذه الدار لوليه في الأرض أعطاها ماذا؟ عامرة، من لدن آدم عليه الصلاة والسلام الذي جعله خليفة في الأرض. أخذت منه عامرة لما جاء الظالمون وسلبوا هذه الدار من صاحبها، سلبوها ماذا؟ وهي عامرة، فخربوها. فلا يمكن أن يستردها صاحب الدار إلا أن يعاد إعمارها، كناية عن ماذا؟ عن أنه الأمة عليها أن تعيد التعمير، تبايعنا من جديد حتى إحنا نسترد الدار. أخذت منه عامرة ولا يأخذها إلا معمورة. لازم إحنا نشتغل. تنتظرون إمامكم المهدي، اشتغلوا، اعمروا، عمروا، بايعوا إمامكم، هيئوا ووطئوا لظهوره. ترجع الدار معمورة، الأجواء تكون مهيئة لاستقبال حجة الله، فيظهر لكم بين الركن والمقام ويطالبكم بالبيعة، ومن ثم ترفرف ظلاله وراياته على هذه الأمة. المسألة بيدنا أيها الإخوة، إحنا الأمة لازم نتحرك. الإمام ينتظر منا نحن أن نبدأ إعادة البناء، لأنه خراب صاير، الأمة خربت، الدين خرب، خربوا الدين، خربوا المقدسات، كل شيء خراب في خراب. نحن علينا الآن أن نتحرك لكي نعيد البناء. إذا أعدنا البناء على أسس إسلامية صحيحة، ونظفنا الأجواء، أزلنا الخراب، أعدنا البناء، فإن إمامنا عليه الصلاة والسلام لا يتأخر عنا. المسألة بيدنا، على الأمة أن تدرك ذلك. قال عليه السلام، افهموا كلام المعصومين، أخذت منه عامرة، اخذوها من يوم استقيم عامرة، رسول الله عمر، بنى، تعب، أخذت منه عامرة ولا يأخذها صاحب الدار إلا معمورة أعيد بناؤها. يعني شنو؟ يعني الأمة عليها أن تجتمع علينا من جديد، تجتمع تبايعنا من جديد. فشوف سؤال هارون، هم فهم المراد. إذا الأمة تقول الأمة لازم تبايعنا، وين شيعتكم إذن؟ أنت إمام الشيعة، إمام الرافضة، وهؤلاء كثر في مملكتي، يلا وينهم؟ قال هارون: فأين شيعتك؟ أين شيعتك يا صاحب الدار؟ ليش ما يشتغلون؟ فقرأ أبو الحسن عليه السلام، جوابه هذا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. تقول أين شيعتك؟
لم يرد الإمام عليه الصلاة والسلام ها هنا أن يلوم شيعته أنهم يقصرون مثلا، لا، عكس الأمر عليه، قال الله يمهلكم كما أمهل الذين كفروا والمشركين، لا تنفكون أنتم عن الطغيان، عن الجور، عن الظلم، حتى يأذن الله عز وجل في لحظة ما حتى تأتيهم البينة. البينة هنا ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وآله، نائب الرسول، الإمام المعصوم، الخليفة الشرعي، يعني يريد أن يقول له ليس هذا أوانه، أوانه مع ذلك الإمام من ولدي، ذلك الثاني عشر. الله إلى الآن يمهلكم، ما صار الأوان إلى الآن؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يأتيهم صاحب الأمر صلوات الله عليه، بعدين هو يأدبكم بعدين. لما الإمام عليه الصلاة والسلام يستدل بمثل هذه الآية الكريمة، يعني شنو؟ يعني يرمي هارون وأمثال هارون بأنهم كفار. يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وللعلم هنا أكو قصة لطيفة أيضا تجدونها في الكافي الشريف، أن واحدا من أصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام حصل على مصحف خاص من الإمام الكاظم، كان هنالك مصحف خاص للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فيه الآيات الكريمات وتفسيرها أيضا ورموزها وأسرارها. الإمام أوصاه بأن لا تفتح هذا المصحف، لا تنظر فيه، هذا خالف، راح فتح على هذه الصفحة، شاف في تفسير قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أكو 70 اسم من قريش من المشركين، وبعضهم من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، أبو سفيان، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة، أمثال هؤلاء، ماكو؟ هذه أسرار، هذه أسرار كانت، أنه هؤلاء من جملة من أرادهم الله عز وجل في هذه الآية. فالإمام عليه السلام بعد ذلك استدعى ذلك الرجل وقال هات المصحف. الإمام لما يستدل بمثل هذه الآية ويحكيها أمام هارون لعنه الله، كأنه يكفر هارون، فهنا هارون يسأله، قال له فنحن كفار، احنا كفار عندك، يعني حكمنا حكم الكافرين، ترتبون علينا أحكام الكفر، يعني دماؤنا حلال، أعراضنا حلال، أموالنا حلال؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن هؤلاء منافقون، ما داموا يتشهدون الشهادتين فتجري عليهم أحكام مسلمين. المنافق كافر باطنا، واقعا هو كافر، ولكن حيث يتظاهر بالإسلام فإنه تجري عليه أحكام المسلمين. فيقول الإمام عليه السلام في جوابه لا، يعني أنتم ما عليكم أحكام الكفار، ولكن أنت في باطنك كافر. قال عليه السلام لا، ولكن كما قال الله الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار. تقول الرواية فغضب عند ذلك هارون لعنه الله، غضب عند ذلك وغلظ عليه، غلظ على الإمام الكاظم، إذ قد لقيه أبو الحسن عليه السلام بمثل هذه المقالة وما رهبه، ما خاف منه، بهالجرأة، بهالتحدي، بهالاستفزاز، يقول أنت فاسق، دار الفاسقين، أنتم الذين أحللتم
بدلتم نعمة الله كفراً وأحللتم قومكم دار البوار، دار الهلاك. يعني كل هذه الإدانات الشديدة والتحدي لهذا الطاغية، فطبيعي أنه يغلظ على الإمام عليه السلام. تقول: فغضب عند ذلك وغلظ عليه، إذ قد لقيه أبو الحسن عليه السلام بمثل هذه المقالة وما رهبه، وهذا خلاف قول من زعم أنه هرب منه من الخوف. يرد الشيخ المفيد، يقول هذا خلاف الذين يتصورون أن الإمام الكاظم خاف من هارون العباسي لعنه الله وهرب منه من شدة الخوف، كلا وحاشا. هذان موقفان من جملة مواقف علينا أن نغوص في تراث أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أكثر، حتى نستخرج هذه اللآلئ فتعتدل الصورة، يعتدل الميزان، نفهم أئمتنا جيدا. هذا الإمام العظيم نودي على جنازته بماذا؟ هذا إمام الرافضة. لماذا إمام الرافضة؟ لأنه بالفعل تتصفح تاريخ الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام فتكتشف له مواقف عديدة تبين رفضه، تبين فضحه لزمرة الانقلاب والمنافقين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وانتزعوا الحكم من الشرعية المتمثلة بأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومن ثم بدأوا بعملية تهويد الدين الإسلامي وتحريفه. هذه أيضا الصور والصفحات لا تعرض عند الناس. ماذا قال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وعمر مثلا؟ لا يبين ولا أحد يبين. ليش؟ لماذا لا تظهر هذه الحقائق؟ كفى دفناً لتراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. خلي نعرف أئمتنا ماذا قالوا في هؤلاء الظلمة. هذا إمام الرافضة، ماذا قال بحيث الكل عرف بأنه هذا إمام الرافضة؟ لابد عنده مواقف كانت في رفض أبي بكر وعمر إذ سمي بأنه إمام الرافضة، ومو قوترة يقولون عنه إمام الرافضة. إحدى تلك التصريحات من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنقلها لكم وأختم حديثي بها، رواية شريفة مروية في أكثر كتبنا اعتباراً، وهو كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه. هناك يروي بسنده عن علي بن جعفر، هذا أخو الإمام الكاظم عليهما السلام. يقول علي بن جعفر: سمعت أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، يقول: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله تيما وعديا وبني أمية يركبون منبره. من هو تيم؟ من هو عدي؟ يعني أبو بكر وعمر. أبو بكر ينتمي إلى قبيلة تيم، عمر ينتمي إلى قبيلة عدي، وبنو أمية ينتمي إليها عثمان ومعاوية وطغاة بني أمية. شوف هذا الأمر دائما يذكر على المنابر أيها الإخوة، دائما يقولون أنه رسول الله رأى على المنبر أن بني أمية يركبون منبره، ينزون على منبره، فأنزل الله تبارك وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، مهشكة. ولكن هذا نصف الحقيقة، ليس الحقيقة كاملة. لا، رسول الله مو بس رأى بني أمية يركبون على منبره، رأى تيما وعديا أيضا، يعني أيضا أبو بكر وعمر من جملة أولئك. هذا ما يبينه موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام، وهذا ما لا يبينه الآخرون، مع أنهم يقولون نحن أتباع موسى بن جعفر. وهذا الخطأ. يقول الإمام: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله تيما وعديا،
وبني أمية يركبون منبره أفظعه. النبي صلى الله عليه وآله تأثر من هذه الرؤيا، استفضع هذه الرؤيا، أنه هكذا يحصل من بعدي؟ أنا سنوات 23 سنة أدعو الناس إلى الالتزام بمنهجي القرآن والعترة، أوصي الناس بأهل بيتي، الله الله بأهل بيتي، الله الله بأهل بيتي، لا تتقدموهم فتهلكوا، لا تتأخروا عنهم فتندموا، من كنت مولاه فعلي مولاه. طوال تاريخ النبي عشرات مئات المواقف يوصي بها بالخلفاء الشرعيين من أهل بيته. مع هذا كله أرى في المنام أنه نتيجة سيأتون وينزون على منبري ويطؤون أهل بيتي ويظلمونهم والأمة تتخاذل عن أهل بيتي. طبيعي النبي صلى الله عليه وآله يتأثر. أفضعه ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى، الكلام للإمام الكاظم تعلم، فأنزل الله تبارك وتعالى قرآناً يتأسى به، حتى النبي يتأسى بهذا القرآن يصير أسوة. ما الذي أنزله الله؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ليش أنزل الله عز وجل هذه الآية؟ حتى يتأسى النبي. كيف يتأسى النبي؟ الله عز وجل أوحى له بعد هذه الآية كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: ثم أوحى إليه يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا محمد إني، الكلام لله، إني أمرت فلم أطع، إبليس عصاني، أنا الذي أمرت، قلت اسجدوا لآدم، مع ذلك لم أطع، أبا إبليس. يا محمد إني أمرت فلم أطع، فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك. أنا اللي هو الله أمرت ولم أطع، فأنت لا تجزع إذا أمرت ولم تطع في وصيك علي بن أبي طالب، ما أطاعوك، لك في أنا ربك أسوة. هذه هي الحقائق التي ينبغي أن تبين، هذه هي الروايات التي يجب أن تذاع على المنابر حتى تعرف الناس حقيقة مواقف أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، تنكشف لهم الزوايا المحجوبة عنهم من تلك الصورة. بهذا يتحقق مثل هذا التوازن، حين ذاك تفهم لماذا قيل عن موسى بن جعفر هذا إمام الرافضة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.